بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة ياسين من السور العظيمة في القرآن، وهي سورة مكية بالإجماع. وإذا قلنا إنها سورة مكية فهذا يعني إنها ستتناول آيات معينة أو مواضيع معينة، أقصد تتكرر هذه المواضيع بأساليب مختلفة في القرآن المكي. هذه المواضيع تتمثل بالأساس في تثبيت أصول الإيمان، حديث عن الوحدانية، حديث عن صدق القرآن، حديث عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن البعث والحشر ويوم القيامة وإثبات أن هذا كله حق، مجادلة المشركين في عقائدهم وبيان زيف هذه العقائد، ذكر قصص الأنبياء السابقين لأخذ العبرة والعظة من تكذيبهم لرسلهم ومواقف أقوامهم منهم حتى لا تتكرر هذه المواقف. كل هذه الموضوعات بتتكرر في القرآن المكي، فهي سورة مكية. معنى ذلك إن احنا سنجد فيها في الغالب هذه الموضوعات، فسورة ياسين سورة مكية. عدد آياتها كم آية؟ 83. ده بالعد الكوفي، بالعد الكوفي، و82 بغير العد الكوفي. يعني ايه بقى؟ يعني في آية ناقصة؟ لا، فيش آية ناقصة، لكن هو عد القرآن علم. هذا العلم بيخضع لي تقدير الصحابة للمكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هتلاقوا مثلا سورة الفاتحة على سبيل المثال في اتفاق على أنها 7 آيات، لكن في اختلاف السبع آيات هم إيه بالضبط؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم داخل فيهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم مش داخل فيهم؟ فاللي هيقول بسم الله الرحمن الرحيم مش داخل فيهم هيقف عند صراط الذين أنعمت عليهم، وبعدين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعتبر دول آيتين. اللي هيعتبر بسم الله الرحمن الرحيم آية هيعتبر كل ده اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. فإذا لما نلاقي في كتب علوم القرآن أو لما حضراتكم تسمعوا حد بيتكلم إن هذه السورة مختلف في عدد آياتها، إياكم تظنوا إنه في آية من آيات القرآن ضاعت. لا، المعنى مش كده. المعنى إنه ممكن تكون في آية دخلت في آية أخرى فعدت فعدوا الآيتين إيه؟ آية واحدة. والناس اللي زودوا عدوا الآية الواحدة آيتين، وهكذا. بدليل إن القرآن الأصل فيه هو الحفظ في الصدور وليس الكتابة في السطور. يعني التدوين بالنسبة لنا، توثيق القرآن بالنسبة لنا في صحف أو في كتب أو في مجلدات أو كذا، ده عامل ثانوي في الحفاظ على النص القرآن. العامل الأساسي في الحفاظ على القرآن هو الحفظ، بحيث لو اختفت الأوراق من الدنيا يظل القرآن محفوظ.
واكبر دليل اللي احنا بنعمله في الحلقات بتاعتنا. الحافظ منكم ان شاء الله اذا ربنا كرم وحفظ وخد الاجازه بعد كده يقرا ويرد من غير مصحف. فهو الاساس في حفظ القران هو انه في الصدور وليس في السطور. والعلماء علماء القران عملوا حاجه لطيفه جدا من القديم، عدوا آيات القرآن وعدوا كلمات القرآن وعدوا حروف القرآن، بحيث لو جيت ترجع للعد أو الناس عدوا القرآن في القرن الثاني ولا الثالث وجيت تعد دلوقتي هتلاقي نفس الحروف، لم يزد القرآن كلمة ولم ينقص حرفا. فلذلك قالوا كلمات سورة ياسين 729 كلمة، 729 كلمة وحروفها 3000 حرف. لو جينا نتكلم عن ترتيب النزول، متى نزلت في مكة؟ نزلت بعد سورة ايه؟ قالوا نزلت بعد سورة الجن. وسورة الجن زي ما حضراتكم عارفين ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم آمن به بعض الجن، وانقسم الجن إذا دعوته صلى الله عليه وسلم إلى مؤمنين وكافرين. فلما آمن بالنبي بعض الجن كان الأحرى بالإنس أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه السورة لتؤكد على رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتبكت المشركين الذين لم يؤمنوا بعد بهذا النبي الأمي الذي كان ينبغي أن يكونوا هم أول من آمن به، فهم الأقرب إليه صلى الله عليه وسلم، فنزلت بعد سورة الجن. ترتيب هذه السورة في المصحف بعد سورة فاطر. فاحنا عندنا لو جينا بنقرأ من البقرة واحنا نازلين كده بالترتيب نجد فاطر ثم ياسين ثم الصافات. طبعا ترتيب سور القرآن بهذا الشكل العلماء يعني بعضهم قال انه توقيفي، يعني الذي رتب هذه السور بهذا الترتيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال انه باجتهاد من الصحابة، والاصح انه توقيفي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن كله وبيختمه كله في الصلاة وفي غير الصلاة، فمعنى ذلك ان الصحابة تلقوا هذا الترتيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حتى وان قلنا انها مكية، حتى إن قلنا إنها في ترتيب النزول في زمان النزول نزلت بعد الجن، لكن ترتيبها في المصحف مش بعد الجن، بعد فاطر. إذن إيه السبب؟ في حكمة. الحكمة دي هي اللي بيسميها العلماء المناسبة. المناسبة، إيه الخيط الرفيع الذي يربط بين هذه السورة وسورة فاطر؟ قالوا من وطبعا علم المناسبة من العلوم الدقيقة جدا في علوم القرآن، حتى إنه الإمام الرازي عليه رحمة الله قال وأكثر لطائف القرآن في المناسبات، أكثر لطائف القرآن في المناسبات. فطبعا هو علم اجتهادي بيكون بحسب الفتح على أهل القرآن وعلى المفسرين. فقالوا إنه ذكر في سورة فاطر قول الله عز وجل لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، مش كده؟ وذكر في سورة فاطر فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، ده كان في أواخر السورة. هذه السورة ابتدأت بذكر النذير أيضا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف نذير وأعلى نذير صلى الله عليه وسلم، تبكيتا للمشركين لإعراضهم عن النذير. قالوا من المناسبات أيضا، فإذا سورة فاطر اختتمت بذكر النذير، وبدأت سورة ياسين بماذا؟ بالنذير الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من المناسبات أيضا أن سورة فاطر ذكرت بعض الآيات الكونية، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود إلى آخره، كذلك ذكرت بعض الآيات الكونية زي حركة الشمس والقمر في سورة ياسين. فكأنه وجود السورتين وراء بعض
بيكمل السورة، بيكمل الموضوع، القارئ بيخرج من قراءة السورتين بمعنى متكامل. سورة ياسين احنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك ان سور القرآن بيبدو للناظر المتعجل غير المتدبر انها بتحتوي على موضوعات كثيرة، لكن هذه الموضوعات الكثيرة لابد ان يكون في ناظم ينظم هذه الموضوعات جميعا وبيربط بينها جميعا، بحيث تكون هذه الموضوعات المختلفة بتصب في الخط الأساسي، زي ما يكون عندنا كده نهر طلع من هذا النهر ايه؟ فروع. فهذه الموضوعات المتعددة فروع في نهر واحد بتصب فيه كل هذه الأفرع. فانت لو مش شايف النهر الأساسي هتقول ايه ده، البلد دي مليانة فروع كتير وفيها أنهار كتير، لكنه نهر واحد وخرج منه ماذا؟ فروع كثيرة. فسور القرآن نفس الكلام، مهما كثرت موضوعاتها فهذه الموضوعات في بينها ناظم، في بينها خيط رفيع يربط بين كافة الموضوعات. ازاي نخرج موضوع السورة؟ برضو موضوع السورة دي حاجة اجتهادية يأتي بالتدبر ويكون بحسب فتح الله سبحانه وتعالى على المتدبر أو على المفسر. فازاي نخرج موضوع السورة؟ نخرج موضوع السورة عن طريق معرفة الموضوعات الفرعية الأول، زي بالضبط كده أنا عايز أعرف منبع المية دي منين، أمشي مع الترعة لحد ما أجيب أولها، لقيت الترعة دي متاخدة من مصرف أو من حاجة أكبر شوية أمشي معاه لحد ما أجيب أوله وهكذا. فأنا إزاي أعرف موضوعات السورة أو موضوع السورة؟ أول حاجة أعرف الموضوعات، يعني أحط قدامي كده الموضوعات الفرعية، كلمة عن كذا وكذا 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 وكذا، وبعد ما أحط الموضوعات دي كلها كده قدام عيني أقول يا ترى إيه اللي بيربط بين الموضوعات دي كلها، إيه اللي ممكن يربط بين الموضوعات دي كلها. فإحنا عشان نخرج موضوع أي سورة لازم أول حاجة نعمل إيه؟ نخرج الموضوعات الفرعية، ثم نبحث عن الناظم الذي يربط بين كل هذه الموضوعات، ثم نربط بين هذه الموضوعات واسم السورة. يبقى عن طريق الموضوعات، ثم الربط بين هذه الموضوعات وبعضها، ثم الربط بين هذه الموضوعات واسم السورة، يخرج لنا كل ده ايه؟ موضوع السورة. فاحنا لو شفنا الموضوعات اللي بتحتوي عليها سورة ياسين هنلاقيها اتكلمت في عدد من الموضوعات، منها انها بدأت بالحديث عن صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت عن احوال المشركين ازاء رسالته صلى الله عليه وسلم، ثم عرضت نموذجا من المكذبين في الأمم السابقة الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت عن مصير المكذبين بالأنبياء والمرسلين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت عن صور من مظاهر قدرة الله تعالى في السماوات والأرض والنبات والأفلاك والأنهار وغير ذلك، ثم تحدثت عن البعث والجزاء والحساب وقدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، ثم تحدثت عن صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وتقرر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به، وأن الله سبحانه وتعالى هو محيي الموتى. لما نيجي كده نفكر في كافة المواضيع اللي احنا قلناها لحضراتكم هذه، هنجد ان السورة بتدور حول تقرير أصول الإيمان الثلاثة، أصول الإيمان الثلاثة عن طريق
عن طريق التأكيد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بهذه الأصول جميعا. فإحنا قلنا أصول الإيمان إيه؟ ثلاثة، وهي الوحدانية للأصل الأول، هذه سورة ياسين موضوعها تقرير أصول الإيمان الثلاثة عن طريق التأكيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هي أصول الإيمان الثلاثة اللي هي الوحدانية والرسالة والمعاد، الوحدانية والرسالة والمعاد، الإلهيات، النبوات، السمعيات. الإلهيات الأمور متعلقة بالله، النبوات أمور متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، السمعيات أمور متعلقة بالآخرة. مين اللي عرفنا بالسمعيات؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي عرفنا صفات الله عز وجل وزاد معرفتنا بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هتلاقوا بعض كتب العقائد بتبدأ الأول، ما بتبدأش بإثبات وجود الله ولا صفات الله زي ما بعض الكتب بتعمل، لا بتبدأ بالنبوة. لأنه إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاءنا به صلى الله عليه وسلم سيكون إيه؟ سيكون صدق لا يمكن المماراة فيه. طيب إذا موضوع سورة ياسين تقرير أصول الإيمان الثلاثة. طيب سورة ياسين لها أسماء كثيرة، اسمها التوقيفي، يعني الاسم الوارد، الاسم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هو ياسين. ياسين هذا الاسم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. فإذا ورد اسم ياسين فين؟ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا الاسم؟ في معنى كلمة ياسين، بعض الناس قالوا ياسين دي حرف من الحروف المقطعة زي حاميم، ياسين زي طاسين، ياسين برضو مش كده؟ طيب بعضهم قال ايه هي حرف من الحروف الايه المقطعة، وبعضهم قال معناها يا رجل أو يا محمد. يبقى إذن ياسين ده اسم من أسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده قول سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم ودليله إنك لمن المرسلين. كانت ظهرت موضة كده فترة من الفترات كان يقولك ما تسميش ابنك ياسين ولا طه. أما قوله موارد، يعني إذا اعتبرناه اسم من أسماء النبي ممكن ما فيهاش حاجة، يعني الناس ما عملتش حاجة غلط، فهو قول له أصل وقول معتبر. واستدلوا أيضا على أنه ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل سلام على إلياسين، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. مش احنا بنسلم ونصلي على آل سيدنا محمد؟ اهدي منها سلام على آل ياسين، يعني آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال انه ياسين اسم من اسماء القرآن،
وهذا القول مروي عن قتادة. يبقى إذن أسماء هذه السورة كثيرة، اسمها التوقيفي الوارد عن رسول الله هو ياسين. ما معنى ياسين؟ حرف من حروف المقطعة، أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم من أسماء القرآن، تمام؟ وكل وارد، وكل وارد، وكل له دليله. طيب، في أسماء أخرى اجتهادية، هل ممكن نسمي سور القرآن بأسماء اجتهادية بالإضافة إلى أسماءها التوقيفية؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم. فلذلك هتلاقوا العلماء سموا هذه السورة عدد من الأسماء الاجتهادية، منها مثلا اسم قلب القرآن، وهذا الاسم أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يسين. وهذا الاسم ذكروا عدد من الأئمة زي السخاوي في كتابه جمال القراء، والإمام السيوطي في الإتقان، والآلوسي في التفسير، وغيرهم. من أسماء الاجتهادية أيضا اسم عجيب غريب، هو سورة المعمة. من عم يعم، لأنها تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة. ومن أسمائها أيضا الدافعة والقاضية، الدافعة القاضية، لأنها تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. الاسمين دولت هو اسم المعمة والدافعة القاضية، أورد هذين الاسمين الإمام السيوطي في الإتقان، والإمام الألوسي في تفسيره. وورد هذا الاسم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورده بعض المفسرين وإن كان فيه ضعف. حديث بيروى عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة، تدعى في التوراة المعمة. قيل: وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة، وتكابد عن بلوى الدنيا، وتدفع عنه أهوال الآخرة، وتدعى الدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. الحديث ده نقلوا أيضا عدد من المفسرين زي الإمام القرطبي والبيضاوي وابن سعود والجمل وغيرهم. إذن كم اسم كده لسورة ياسين؟ ياسين اسم التوقيفي، وقلب القرآن، والمعمة، والدافعة القاضية. ومن أسمائها أيضا سورة حبيب النجار، سورة حبيب النجار اللي هو: وجاء من أقصى المدينة رجل. الرجل دوت قال أهل التفسير إنه حبيب الإيه؟ حبيب النجار. وأورد هذا الاسم الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز. فهذه هي أسماء سورة ياسين، وفضلها ورد في الأحاديث التي قرأناها على حضراتكم. طيب، نرجع بقى للإيه؟ لتفسير السورة. احنا قلنا موضوع السورة ايه تاني كده؟ تقرير أصول الإيمان. ايه هي أصول الإيمان؟ الوحدانية والنبوة أو الرسالة والمعاد. هذه السورة بدأت بالقسم على صدق رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فسرنا ياسين على أنها حرف من الحروف المقطعة، فمعنى الحروف المقطعة احنا قلنا لحضراتكم قبل كده أكثر من مرة، وإنه ورد في معناها أقوال كثيرة، أبرزها وأولاها بالاعتبار والأخذ أن هذه الحروف أوردها الله عز وجل في بدايات السور ليقول لمن يتحداهم القرآن: إن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين
يستخدم نفس الحروف التي تستخدمونها، فهذه الأدوات معكم، فلماذا لا تعارضون القرآن ولماذا لا تأتون بمثل القرآن؟ فكأن كل ما بيذكر سورة فيها حروف مقطعة كأنه بيتحداهم ويستفزهم على الإتيان بمثل القرآن حتى يثبت عجزهم مرة بعد مرة. ومما يدل على هذا القول في معنى الحروف المقطعة إن كل سورة ذكرت فيها الحروف المقطعة جاء بعدها مباشرة ذكر القرآن، زي مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، سورة إيه دي؟ الأعراف. زي مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا نزل عليك الكتاب. يبقى إذن إيه؟ هنلاقي دايما إن سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة بيكون بعدها مباشرة ذكر الكتاب، مما يدل على أن الله عز وجل يتحداهم به. في سورة ياسين أيضا الله عز وجل قال ياسين والقرآن الحكيم، إنك والقرآن أهو الكتاب والقرآن الحكيم. يبقى هذا هو المعنى. نعم، في سورة مريم تعالوا نشوف الآيات. إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. طيب يعني لعلها كذلك، لكن الغالب كده، فالحكم إذا للغالب حتى يظهر لنا وجه في سورة مريم. طيب، فهذا هو المعنى على القول بأن ياسين المراد بها الحروف المقطعة. إذا قلنا أن المراد بياسين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنها نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى هيكون واضح. ياسين يعني يا محمد إنك حقا من المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يبقى يقول الله عز وجل ياسين والقرآن الواو هنا للقسم، فالله عز وجل يقسم بالكتاب الذي نزل على محمد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. القسم لا يكون إلا بشيء عظيم، إلا بشيء كبير. والقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفته، وصفات الله عز وجل جليلة عظيمة. فالله عز وجل يقسم بالقرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقسم بالقرآن؟ لأنه معجز، لأنه آية، لأنه دليل على علامة أو على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه قال أنت رسول بدليل القرآن، كأنه قال أنت رسول بدليل القرآن. لاحظوا هنا أن الآيات بيسمعها الكفار في مكة، فتخيلوا كده هذه الآية بتنزل الكفار في مكة وبيسمعوا لأول مرة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهو الواحد منهم يجي في ذهنه على طول إيه؟ محمد رسول بدليل القرآن الذي نزل عليه. إزاي يكون القرآن دليل؟ لأنه معجز، ما هو قال ياسين في الأول. هل ممكن تبقى كلمة ياسين مراد بها الاثنين مع بعض؟ ممكن يبقى الاثنين مع بعض، وده جزء من إعجاز القرآن إن المعاني المحتملة زي ما قال لنا المشايخ تعتبر مرادة. المعاني المحتملة تعتبر إيه؟ مرادة، يعني أراد الاثنين مع بعض. يبقى ياسين والقرآن الحكيم. الحكيم يعني هذا الكتاب محكم البناء، متناسق الأسلوب، منتظم، لا توجد فيه كلمة نابية ولا حرف في غير موضعه ولا آية في غير موضعها، فهو كتاب حكيم.
ربنا عبر عن هذا المعنى في سورة هود فقال كتاب أحكمت، أحكمت آياته. القرآن علماء القرآن بيشبهوه بالبناء أو زي العقد، زي العقد كده لما يكون صائغ ماهر صاغه ووضع كل جزء من أجزائه في مكان خاص، بحيث لو نزعت مكان من العقد دوت حتى وإن كان الفص صغير المنظر يختلف كله. فهو القرآن العلماء بيعتبروا كده، كل كلمة ذكرت في القرآن في موضعها، بحيث لو أتيت أو أردت أن تأتي أو لو أردت أن تأتي بكلمة مكانها من لسان العرب حتى وإن كانت مرادفة ليها أو قريبة من معناها ستتشوه الصورة. فإذا ياسين والقرآن الحكيم فهو كتاب محتمل بناء، منتظم، عالي الأسلوب والبيان، كلمات في موضعها، آيات في موضعها، حروف في موضعها أيضا، بل نقول مداته وغناته ونغماته وهكذا. يبقى ياسين والقرآن الحكيم. لا هنا ممكن ممكن يبقى حكيم من الحكمة أو من حكمة، حكمة بمعنى إيه؟ أحسن، أحسن البناء. والياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهو قسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ليه قال كده؟ لأن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، فربنا هنا إيه بيؤكد على نبوته وعلى رسالته صلى الله عليه وسلم. وحضراتكم عارفين كويس أوي الفرق بين النبي والرسول، فالنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، الرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إيه هو الصراط المستقيم؟ هو الخط الواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم على نفس الخط الذي كان عليه من قبله من المرسلين. فإذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكمل متمم لبناء من كان قبله من الأنبياء عليهم السلام. يبقى إنك على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، هذا القرآن ليس من عندك كما كانت الكتب التي نزلت على الأنبياء من قبلك، ليست من عندهم، وإنما هي منزلة موحى بها من عند الله تعالى. تنزيل العزيز الرحيم، اشمعنا لفظ العزة؟ اشمعنا اسم الله العزيز؟ لأنه الله عز وجل رغم أنه يبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس ويبعث الأنبياء لأقوامهم، لكن هذا ليس لحاجة تعود عليه سبحانه وتعالى، فهو عزيز يعني مستغن عن إيمان من يؤمن، مستغن عن كفر من يكفر، لا يعود عليه إيمان المؤمن بفائدة ولا يعود عليه كفر الكافر بضرر، فهو عزيز. فلازم الناس تبقى عارفة كده، في الكفار هم بيسمعوا الآيات وربنا بعت لهم رسوله منزل عليه كتاب وأمروا بالبلاغ وأمروا أن يتحمل المشاق، لازم يعرفوا أن ربنا بيعمل كل ده مع عزته سبحانه وتعالى. طيب يبقى هو تنزيل من العزيز الرحيم. إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قالوا أن الرحمن تشمل المؤمن والكافر، الرحيم يعني للمؤمنين. فلما يقول تنزيل العزيز الرحيم يعني أكثر ناس تستفيد من هذا الكتاب من هذا التنزيل بحيث يكون لهم سعادة الدارين هم المؤمنون. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليرحم من كتب له الرحمة الأزلية. هيجي بعد كده يأكد على هذا المعنى فيقول لتنذر، لقد حق القول على أكثرهم.
عشان يأكد على فكرة القسمة الأزلية، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم قال لهم هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، ففي قسم أزلية. القرآن هذا ينتفع به من أراد الله عز وجل لهم الرحمة الأزلية. يبقى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يبقى الغرض من إنزال هذا الكتاب هو الإنذار. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. النبي صلى الله عليه وسلم ليه وظيفتين الحقيقة، مش وظيفة واحدة بس، التبشير والإنذار. التبشير للمؤمنين والإنذار للكافرين، كويس؟ لكن التبشير والإنذار لفظان نقدر نقول إن هما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإنذار فهو يشمل المؤمنين والكافرين، إذا ذكر التبشير يشمل المؤمنين والكافرين، فبشرهم بعذاب أليم. يبقى إذن لتنذر، يبقى الإنذار هنا شامل لمين؟ شامل للاثنين. يبقى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في أنبياء في الجزيرة العربية، فآباؤهم لم ينزل عليهم أنبياء، لذلك من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بيقول عليهم أهل الفترة. أهل الإيه؟ أهل الفترة. وأهل الفترة دول عند جمهور علماء الأشاعرة من أهل السنة ناجون، ناجون يدخل فيهم أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل النجاة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني علمهم بالنبوة وبالرسالة وبصفات الله وبيوم القيامة والأحداث الثالثة غير عالمين بكل هذا، فهم غافلون يعني عن الشرائع والأحكام. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم تذكر الآيات بعد ذلك أحوال المشركين المعارضين لرسول الله. الإنذار لما هيجي اللي هيحصل تلقائيا هينقسم الناس إلى فريقين، فريق ينفعه الإنذار ينتفع بالإنذار فيؤمن، وفريق لا ينتفع بالإنذار ولا كأنه سمع حاجة، خلاص. فهيذكر هنا القرآن أحوال المشركين المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية 7 لحد الآية 11. يبقى من الآية 1 للآية 6 القسم على صدق الرسالة المحمدية، من الآية 7 لـ 11 هيذكر أحوال المشركين المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيذكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن الإنذار لن ينفعهم لوجود الإرادة الأزلية بذلك، كأن ربنا عايز يقول الكفار إنه إعراضكم عن التصديق بالرسالة ليس منكم وإنما الإعراض منا. فيقول الله عز وجل لقد حق القول، حق القول اللي هو العذاب أو البقاء على الكفر. لقد حق القول على أكثرهم. يبقى حق القول سبق القضاء بأن هؤلاء يموتون على الكفر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كده طبعا ربنا ما عينش مين من قوم سيدنا محمد سيموت على الكفر، مش كده؟ فالآية دي لما تتقال وتقرأ أسماء الناس لأول مرة هيبقى فيها معنيين مهمين جدا. المعنى الأول إن كل واحد يسأل نفسه يا ترى أنا من أي فريق، فاللي يفكرش يفكر، المتكبر يتواضع، اللي يسمعش الرسول يبدأ يسمع الرسول إذا كان من أهل الهداية وربنا هيرد الهداية. المعنى الثاني المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا يحزنوا على كفر الكافرين. ليه؟ لأنه الموضوع إيه؟ قسمة أزلية. لقد حق القول على أكثرهم، فده تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم،
وتصبير المؤمنين إذا وجدوا أنه أقوامهم بيكذبوهم بيعذبوهم وبيعرضوهم وعايزين يخرجوهم وعايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا مكتوب أزلا. إذا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إذن ذكر من أحوال المشركين أول حاجة أنه لا ينفعهم إنذار لوجود الإرادة الأزلية. الأمر الثاني أن عدم انتفاعهم بالإنذار النبوي سيظهر على سلوكهم وأفعالهم وردات فعلهم. ما هو الانتفاع وعدم الانتفاع ده محل الإيه؟ محل القلب. إذا الشخص انتفع يظهر التأثر والخشوع على جوارحه، إذا الشخص ما انتفعش بيظهر أيضا التكذيب والاستكبار على جوارحه. فهو قال إنهم ليسوا من أهل الانتفاع لوجود الإرادة الأزلية، تمام كده، فالله مستغن عنهم. الأمر الثاني إنه هذا الاستكبار وهذا العتو وعدم الانتفاع بالإنذار سيظهر على أفعالهم، فيقول الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. حالهم وهم بيستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمهم بالوحي إنهم عاملين زي المكتتف الذي لا يريد أن يلتفت ولا يستطيع أن يلتفت، فيقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان جمع الرقم كده، فهم مقمحون. يعني رؤوسهم متثبتة على حالة واحدة لا تستطيع الالتفات يمينا ولا يسارا، يعني كأنه في حاجة ربطة رقابهم مع ذقنهم، فكأن رقبتهم مربوطة ومتثبتة على حالة واحدة لا يستطيع الالتفات يمينا ولا يسارا. طيب ايه معنى يعني الكلام دوت؟ انه وهو بيستمع للقرآن بدل ما يعمل فكره ونظره ويترك ما هو عليه، الحالة اللي هو متعود عليها معتاد عليه ما ويساه عن آبائه، بدل ما يدخل نفسه في حالة جديدة في تساؤل جديد، لا هو على ما هو عليه لا يريد أن يتغير، لا يرى إلا ما اعتاد عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، فهو لو نظر يمينا ويسارا ده يحدث عنده إيه؟ معاني جديدة فتجعله يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو حالتهم عند استماعهم لآيات القرآن وإنذار القرآن لهم كحالة الشخص الذي تلفه الأغلال لا يستطيع أن يلتفت من كثرتها. إيه الأغلال دي بقى؟ أغلال الكفر، أغلال الكبر، أغلال التعصب، أغلال الوراثة، العز والجاه عن آبائهم، أغلال كثيرة جدا مكتفة الإنسان. وحضراتكم تعرفوا كويس قوي أنه زي ما في أغلال مادية في أغلال معنوية، في أغلال معنوية في حياة كتير قوي الإنسان بيتربى عليها بتيجي عليه فترات مش قادر يخرج من الدائرة اللي هو فيها دي، يبقى شايف الحاجة أو يعني قد يدرك شيء من يعني من الحق لكنه لا يستطيع الفكاك من هذه الحاجة. فيها أغلال لكنها أغلال إيه؟ معنوية. طبعا القرآن هنا بيضرب المثل للكفار علشان هم ماديين فهم مش هيقدروا يفهموا إلا إيه؟ بضرب مثل إلا بأمور مادية. فهو بيقول لهم انتوا حياتكم كده بالضبط حين سمعكم من القرآن، انتوا عاملين زي الشخص المتكتف اللي مش قادر يبص لا يمين ولا شمال. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يبقى مقمحون يعني إيه؟ رافعون رؤوسهم يعني لا يستطيعون النظر يمينا ولا يسارا من شدة الأغلال على أعناقهم وأذقانهم فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى إذن زي ما هم لا يستطيعون النظر
أو كما أنهم لا يستطيعون النظر إلى آيات الله الكثيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصارهم رغم وجودها لكن كأنها غير موجودة. ليه؟ لأنهم لا ينتفعون بها. والآلة إذا كانت موجودة ولا ينتفع بها الإنسان أو لا تؤدي وظيفتها لربنا خلقها لها، يبقى كأنها غير موجودة بالضبط. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لاحظوا هنا إن الفئات الثانية دي بينسب الأمر أيضا إلى الله، إن الإنسان لا يفعل بنفسه وإنما يفعل بالله سبحانه وتعالى. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني كأن هذا الإنسان الموانع التي تحول بينه وبين الإيمان كثيرة أمامه وخلفه. هذه الموانع جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم وأمام أعينهم. لماذا؟ لأنه علم منهم سبحانه وتعالى أزلا الإعراض عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغشيناهم غطينا أبصارهم فهم لا يبصرون، يعني لا يقدرون على إبصار الهدى، لا يرون ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدلائل الباهرة على صدق نبوته وعلى صدق القرآن. وسواء عليهم، اللي حالته كده، اللي رقبته مربوطة بهذا الشكل، اللي بصر وما بيشوفش بهذا الشكل. يعني ممكن الإنسان على فكرة تبقى رقبته مربوطة كده بس ممكن يحرك بصره مش كده، يمينا كده ويسارا. دولت رقبتهم مربوطة وعمي. يبقى إذن الله عز وجل وسواء عليهم، من حالته هكذا اللي حالته كده صعبة لهذه الدرجة، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هي النتيجة واحدة، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لكن مع ذلك الله عز وجل بعث لهم النذير حتى يقيم عليهم الحجة. ثم تذكر الآيات بعد ذلك عن الزمان أو الحالة التي بها ينتفع الإنسان بالإنذار. فمتى ينفعهم الإنذار؟ يعني إذا كانوا بحاجة لن ينتفعوا، فمتى ينتفعوا؟ فيقول الله عز وجل إنما تنذر، يعني ينفع الإنذار، لأن النبي واقعا أنذر المؤمن وأنذر الكافر، لكن هنا نسب إنذار النبي للمؤمنين فقط لي، لأن هؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار، التانيين كأنه ما جالهمش إنذار، إنهم لم ينتفعوا بالإنذار كأنه ما جالهمش إنذار، كأنهم ما سمعوش حاجة. يعني أنت كأنه النبي صلى الله عليه وسلم ضيع وقته معاهم رغم المجهود الذي بذله. فلذلك قال إنما تنذروا، يعني إنما ينتفع بإنذارك، أو إنما يكون الإنذار إنذارا نافعا لمن خشي، من اتبع الذكر، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أو يبقى إذن اتباع الإنذار أو الانتفاع بالإنذار ينفع من علم الله عز وجل في قلبه التواضع والانكسار والبحث عن الحق والخوف من الله، فينتج هذا حركة في الجوارح فيها اتباع، فيها خضوع، فيها عبودية، فيها ذلة، فيها مسكنة، فيها تساؤل بتواضع. فمن علم الله عز وجل في قلبه هذه المعاني هو الذي سيتبع الذكر، والذكر هو القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إنما تنذر من اتبع الذكر. ما سبب اتباع الناس للذكر اللي هو القرآن؟ الخشية. يبقى الأمر عاد إلى أيضا إلى عمل قلبي، والخشية تعني الخوف من الله، والخوف من الله لا يتأتى إلا من قلب كثير متواضع يعلم إنه ليس ربا، إنه عبد مفتقر إلى مولاه. وخشي الرحمن بالغيب. الله عز وجل غيب، الله غيب وهو أكبر الغيوب سبحانه وتعالى،
وكل الغيوب من خلقه سبحانه وتعالى، فهي غيوب فرعية. يعني لما نقول الجن غيب، الملائكة غيب، الآخرة غيب، الجنة غيب، النار غيب. لذلك اللي هيجي يقول لك أنا لا أؤمن بالغيب يعني لا يؤمن بالله. اللي هيجي يقول لك لا نستطيع إثبات الغيب إلا بالأدلة التجريبية الحسية، يبقى إذن عمره ما يؤمن بالله، لأن الله عز وجل لن يرى بالميكروسكوب ولا التلسكوب ولا هيلمس باليد في يوم من الأيام. يبقى إذن إيه؟ الله غيب سبحانه وتعالى، وهذا الغيب يدرك بماذا؟ يدرك بالعقل، يدرك بالعقل عن طريق الحواس. يعني الحواس التي البصر لما يرى هذا الكون وبديع صنع الكون، العقل لما يدرك وجود الإنسان فيقول لك إذن هناك من أوجدني، لما يشوف انتظام الكون من الذي نظم هذا الكون، فالاستدلال على وجود الله يبدأ حسي وينتهي ماذا؟ وينتهي عقلي. فإدراك الذات اللاهية لن يكون أبدا بالحس، وإنما آثار الله تدرك بالحس، ثم علمنا بهذه الآثار يدلنا على وجود الله سبحانه وتعالى. يبقى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى هذا المنتفع جزاؤه مغفرة ما سلف من كفره، مغفرة ما سلف من ذنوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وله أجر كريم من كريم. يعني مش مغفرة بس، يعني كان ممكن ربنا يكتفي بأن من يؤمن لن يعذب بس. هل في حد كان يقدر يتكلم يقول لا احنا عايزين حاجة فوق ان احنا ما نتعذبش؟ لا، لكن لانه كريم سبحانه وتعالى، من يؤمن لن يعذب ثم سيأخذ اجر كريم. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن رجوع الكفار والمشركين إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم محاسبون على هذه الأعمال. فإذا كان المؤمنون المنتفعون بالإنذار لهم أجر عظيم، أجر كريم، فما حال المكذبين؟ يقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى، ما قالش على طول والكفار لهم عذاب أليم مثلا، لا، هو اللي خلاهم لا يؤمنون بالعذاب الأليم أنهم لا يؤمنون بالبعث، فقال سنحييكم ونحاسبكم ونسألكم وندخلكم النار. فهو إيه؟ فإنه أجاب على ما في أذهانهم من أسئلة، فقال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني كل ما يفعل في الدنيا مكتوب محسوب، مش ما قدموا بس، وآثارهم يعني وفروع أعمالهم. يعني إذا الواحد منهم أسس لكفر، أسس لضلال، والناس قلدوا في هذا الضلال، ها، يبقى ده فوق رقبته برضو، على كتفه برضو، زي بالضبط من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عامل بها. يبقى إيه؟ نكتب ما قدموا وآثارهم. لذلك كان الصالحين يدعوا ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اماتهم يمتهم ويمت معهم ذنوبهم، مش عايزين اكتر من كده، نموت وذنوبنا تموت معانا. فقالوا طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. في ناس للاسف سبحان الله بتموت ولا تموت ذنوبها، ينقطع عن الدنيا والذنوب شغاله والعياذ بالله. وايضا طوبى لمن مات وبقيت حسناته، صدقات الجارية بقى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحرقنا عارفين الحديث. يبقى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هي دي الآثار بقى، توابع، وكل شيء أحصيناه، كل شيء يعني من أعمال العباد من خير وشر أحصيناه، كتبناه في إمام مبين في صحائف أعمالهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن
السورة الآن بدأت ب القسم، القسم على صدق الرسالة المحمدية، ثم تحدثت عن أحوال المشركين المعارضين للرسالة المحمدية، ثم تحدثت عن أنهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم على أفعالهم، ثم تقدم السورة الآن نموذج، نموذج من المشركين المعارضين لرسالات الأنبياء السابقين وكيف كان حالهم. يعني كأن القرآن عايز يقول لهم إن موقفكم من رسالة رسولكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليس جديدا، ده موقف متكرر. وزي ما يكون في منكم، زي ما يكون في منكم كفار معارضين محاربين، ربنا سبحانه وتعالى سيخلق وسيهدي أناس محبين للرسالة مدافعين عنها بأموالهم وأنفسهم. فإن برضو الآيات بتحثهم على أن يكونوا من هؤلاء المبادرين لنصرة الرسالة. فهتجيب لنا الآيات الآن خبر قرية، المفسرين طبعا يتكلموا عنها كثير، بعضهم قال إن هي أنطاكيا، وبعض الناس بيقولوا إنه المرسلين اللي راحوا دولت هم تلامذة سيدنا عيسى عليه السلام، وبعضهم قالوا لا مش تلامذة سيدنا عيسى، دول كانوا رسل أرسلهم الله إلى قرية لا ندري أين هي ولا يهمنا أن ندري أين هي، يعني إحنا اللي يهمنا الأحداث الرئيسية في القصة التي تدل على أن الله عز وجل ما من قرية إلا وبعث لها نذير، وإن الناس دائما حالهم هو إن بعض الناس يؤمن وبعض الناس وبعض الناس يكذب. فيقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وربنا دائما يبعث المرسلين إلى القرى وإلى البلدان وإلى الأمم وإلى الشعوب، فهذه قرية من هذه القرى. المعنى إيه؟ المعنى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلعا من الرسل، كما جاءكم يا أهل مكة وكما بعث لكم يا أهل مكة، فقد أرسل الله عز وجل المرسلين إلى القرى قبل ذلك. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. تعرفين الموضوع ده شبه إيه بالضبط؟ شبه لما مثلا تبقى كده حضرتك تلاحظي إن ابنك مثلا بدأ يكذب، فأنت خايفة يتمادى في هذا، فتروحي تقول له تعالى أما أحكي لك قصة، وتحكي له قصة واحد كذاب والكذب والدب داهية، فهو إيه؟ هو من نفسه بقى هيقيس يشوف أيوة ده مصيري. فهو قصص القرآن كأنه عايز يقول لهم اللي انتوا ماشيين فيه ده اتجرب قبل كده، اتجرب قبل كده. والجماعة بقى في الشام يقول لك ايه؟ اللي يجرب المتجرب عقله مخرب، مش ما بيقولوش كده؟ مش انتوا بتقولوا كده برضو؟ بتقولوها ازاي في الجزائر؟ ما عندكم شيء؟ يقول لك اللي يجرب اللي مجرب عقله مخرب. فهو انت لما تيجي ايه تقع في الغلط نفس، يعني ايه كل مره تعمل نفس الحكايه وتقع في نفس وتتدرب على سهو على قفاك 10 مرات وكل مره تفاجئ، يعني يبقى هي ايه المشكله دي؟ دي مشكله في العقليه. فاذا ايه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده؟ لأنه سبحانه وتعالى رحيم، لأنه رحمن يريد أن يقيم الحج على عباده، فيبعث لهم رسول، الرسول يكذب يبعث لهم واحد تاني، الواحد التاني يكذب يبعث لهم واحد تالت، وهكذا. ده شأن الألوهية مع العباد، أنه ربنا يقيم عليهم الحجة، لأنه الرحمة سبقت الغضب، ولأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرحمهم، ولأنه كتب على نفسه الرحمة. رغم أنه الإنسان من غير رسل ومن غير أنبياء، يعني مجرد وجوده كافي، كافي أن يقول لابد أن يكون هناك من خلقني. الرزق ده اللي بيطلع لي في الأرض ده، المية اللي بتنزل لي من السماء دي، ده إيه؟ ده أنا قاعد، يعني أنت لو الواحد فينا خرج من المعتاد شوية وخرج من الأمم اللي هو حاطط نفسه فيه شوية، هيحس ان الكون ده عباره عن عباره عن ايه؟ كانه مثلا واحد قاعد في اوضه صحي من النوم لقى حد، الاوضه دي ريحتها جميله،
منظرها حلو وفي ترابيزة أكل مستنية عشان يفطر. كل ونام، صحي لقى الأوضة متروقة وفي ترابيزة أكل كمان تانية عليها أكل تاني عشان ياكل. يعني إذا ما سألش نفسه يبقى في حاجة غلط يعني أكيد. ما هو الكون ده عبارة عن كده، مائدة كبيرة من النباتات والأشجار والمياه والمناظر الجميلة. مش النجوم دي ربنا عملها عشان تزين لنا السماء؟ والضوء في النهار والضوء في الليل، والجسم اللي بيهضم هذه الأمور كلها بانتظام. فهو الإنسان يعني لازم يسأل نفسه إيه الحكاية؟ أقل حاجة يعني إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ فلو لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسل ولا أنبياء لكان على الإنسان أن يهتدي بنفسه إلى خالق هذا الكون. لكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فبالإضافة إلى الأدلة الكثيرة الموجودة في الكون على رحمة الله بعباده، فربنا بيبعث أيضا لهم الأنبياء والمرسلين واحدا بعد واحد. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إحنا ناس زينا زيكم، أرسلنا الله سبحانه وتعالى ندعوكم إلى الله، إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. نفس الحجة المتكررة، إن الإنسان بيحط إطار معين، إذا ما جاش هذا الإطار يبقى أنتم اللي غلطانين. زي بالظبط كده ما إيه ما بقى متصور مثلا إنه إيه الحياة مثلا بعد التخرج من الجامعة هتبقى يا سلام بقى مشاكل كلها تتحل، أو الحياة بعد الزواج يا سلام على الحياة بعد الزواج وحلاوتها وروقانها. ما حضرتك اللي مش واخد بالك، يعني انت اللي ايه ما حدش قالك انه طبيعة الحياة مش كده. او لما بقى مثلا متوقع مثلا انه الصحوبية والصداقة دي معناها بقى الايه الالفة والمحبة والمش عارف والكذا، وبعدين يفاجئ انه لا، الناس مش زي بعض، في صديق وفي صديق ما يتعرفش تاني. فهو ايه احنا احيانا بنحط تصورات مثالية تمام كده، وبعدين اذا ما جاتش وفق توقعاتنا يبقى الغلط من مش مننا، الغلط من الناس. فهو في ناس بتظن كده انه طالما قلنا يا دين يبقى لازم يبقى المثاليه والملائكيه ومحدش يغلط. لا مش كده، مش كده. في ناس بتظن ان احنا لما نقول للناس يا جماعه عايزين نطبق الشريعه مثلا، عايزين الناس تلتزم بالدين، عايزين الناس تعرف ربنا، يظن ان احنا بندعوهم لمجتمع من الملائكه، الناس كلها تاني يوم هيطلع لها أجنحة تطير بيها وترفرف. لأ، مجتمع الأنبياء ما كانش أصلا كده، لكنه كان مجتمع بشري في أخطاء، في ناس بتذنب ثم تتوب، لكن الغالب عليه الخير، الشر فيه لا يدعى إليه، لا تدفع له رايات، لا تعقد له جمعيات، لا تعقد الناس على نشر الشر فيه. ده الفرق بين مجتمع الأنبياء والمؤمنين ومجتمع أهل الفساد والعياذ بالله. مجتمع أهل الأنبياء ومجتمع القيم الإسلامية مجتمع الخير فيه هو الأصل. الناس وإن كانوا مش أنبياء ولا ملائكة لكن بيحبوا الخير، بيحبوا الخير، ما بيرمزوش أهل الشر والفساد. المشايخ فيه رغم إن هم مش ملائكة ولا أنبياء لكن بيكسفوا على دمهم، ما يعرفش الواحد فيهم يفتي بلا علم، ما يقولش الواحد فيهم للناس حاجة وهو على الأقل ما بيعملش بنصها. يبقى كده. فإذا عشان ما نصدمش لازم نبقى عارفين طبيعة الأمور إيه. فهو نفس الكلام، الناس لما يقول لك بقى أنا رسول من عند الله، كده الله بقى ورسول من عند الله، فالإبهار بقى هو متوقع الإبهار بقى، فمتوقع أن الرسول ده يقول له طير فيطير قدامه، متوقع ان الرسول دوت يبقى جاي كده نور، جاي كده ايه نور بس، مش انسان ده نور بس. لا، الامور ليست كذلك، الامور ليست كذلك. الانبياء بشر يعني من لحم ودم، يعني بياكلوا ويشربوا، يعني بيمرضوا، يعني بيموتوا، يعني كل حاجه. لكن هم في الصفات في تربية الله لهم في أعلى درجات الكمال الإنساني،
طيب إذن إيه؟ الله عز وجل أراد أن يبعث لنا أنبياء من البشر، فقال قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الخلل عندكم أنتم لأنكم لا تعرفون طبيعة الأمور. طبيعة الأمور إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان هناك بشر فينبغي أن يكون رسولهم من البشر. طبيعة الأمور إن لو بعث الله لكم رسول من الملائكة لقلتم هذا ملاك ولا نستطيع أن نفعل ما يأمرنا به، هو يسهل عليه أن يصوم، يسهل عليه أن يصلي، يسهل عليه أن يطيع الله لأنه ملاك، إحنا ضعاف، إحنا بشر. فهو في كل مرة هيجد العقل الخربان، القلب الخربان حجة لعدم الامتثال. فإذا جالهم بشر لك ده بشر زينا، إحنا عايزين ملاك. إذا جالهم ملاك يقول لك يا ده هو جامد قوي، ده هو ملاك، فلذلك إحنا مش زيه، فلذلك إيه برضو مش هنؤمن. فهو المشكلة مش في من يرسل الله، ولكن المشكلة في هذا القلب الذي لا يريد أن يخضع لله سبحانه وتعالى. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. إحنا رسل من عند الله، معنا الدليل على صدقنا وهو المعجزات التي بعثها الله، أرسلها الله معنا، وما علينا إلا البلاغ. إحنا يا جماعة مش هنيجي نلمدكم ولا نعذبكم ولا نحبسكم ولا نعمل لكم حاجة خالص، إحنا لا سلطان لنا عليكم إلا سلطان الحجة والبرهان. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. التطير التشاؤم. إيه علاقة التشاؤم بالتطير والطيران؟ كانوا زمان الناس يجيبوا طير لما يكونوا عايزين يعملوا حاجة، واحد هيسافر، واحد هيتاجر، واحد هيتجوز، واحد هيعقد صفقة، أي حاجة يجيب طير. إذا طار وبعدين يسيبه، إذا طار ناحية اليمين يتفائل، إذا طار ناحية الشمال يتشاءم. فلذلك كان يقول فلان طار له كذا، طار له يعني طلع في نصيبه كذا. طيب إذن إيه؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني إحنا أنتوا صراحة كده سدتوا نفسين، أنتوا إحنا مش متفائلين. فهو كان إيه؟ إنا تطيرنا بكم. ليه قالوا كده؟ بعض المفسرين قالوا لأنهم لما جاءهم هؤلاء الرسل وكذبوهم ربنا عاجلهم بالعذاب فانقطع عنهم المطر. وبعضهم قال جالهم الجزام. فإذا جالهم عذاب مباشرة بعد الإيه؟ بعد التكذيب. قالوا إنا تطيرنا بكم. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب. بعض المفسرين أيضا قالوا تطيرنا بكم بمعنى انكم هتعملوا على خلخلة وحدة المجتمع، فانتوا هم الانبياء لما بيجوا في العادة بيعملوا ايه؟ المجتمع بينقسم، المجتمع لازم هينقسم مؤمنين وكفار، ويكون في بينهم صراع افكار، وقد يؤدي هذا الصراع الفكري الى صراع مادي على الارض. طبعا غالب المكذبين الانبياء من اصحاب رؤوس الاموال واصحاب الجاه والمكانة وكذا، فهم يهمهم ايه؟ الدنيا، الدنيا، الوضع لابد أن يبقى على ما هو عليه حتى لا تختل التجارة، حتى لا يختل النظام، حتى كذا حتى كذا إلى آخره. فتطيرنا بكم، أنتم لما آمن بكم بعض الناس وكفر بكم بعض الناس إحنا كنا كويسين من غيركم. قالوا إنا تطيرنا بكم. طبعا الأنبياء يا جماعة برضو ما ينفعش نقول إن هم بيجوا يعملوا خلل في المجتمعات، ده هم بالعكس، هم بيجوا يعدلوا الهرم المقلوب. بدل ما الناس في المجتمعات بتجري وراء شهواتها ورغباتها وأنانيتها ويسرق بعضهم بعضا ويستحل بعضهم بعضا ويأكلون الربا ويستحلون الربا، فالمجتمع يخرب بعد شوية إن آجلا وعاجلا، لم يقولوا يا جماعة خدوا بالكم هتلبسوا في الحيطة. فالمفترض إن أصحاب رؤوس الأموال دول لو بيفكروا حتى في الدنيا بس يكونوا هم أول المؤمنين بما يدعو إليه الأنبياء. لأن الأنبياء هيجوا بإيه؟ بحفظ الحقوق. الأنبياء بيجوا بتحريم السرقة، مش كده؟ الأنبياء بيجوا بتحريم الاعتداء على الآخرين بالقتل، لكن هم بيبصوا تحت رجليهم. يعني هو لازم سهم البورصة يفضل طالع 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 طالع، طب ما تخليه ينزل النهاردة وبعد كده هيطلع طول العمر. مش مستعد هو للتضحية دي، هو مش مستعد للتضحية دي. الإيمان
هيخلي السهم ينزل يوم أو يومين أو سنة أو سنتين لحد ما الأمور تنتظم. لكن لما هتنتظم هتنتظم وتعود أحسن مما كانت عليه. ثم بعد ذلك يرتفع السهم مرة أخرى، سهم انتظام المجتمع وأمن المجتمع وسلامة أفراد المجتمع ومحبة الناس لبعضهم هيرتفع. لكن اللي بيحصل إيه؟ إنهم مش عايزين يضحوا بمكاسبهم المادية المحدودة فيحاربون الأنبياء، فيبقى الأنبياء أمام أمر واقع في صرف في استكبار. طيب إذن الذي يعمل على تقسيم المجتمع بقى مش الأنبياء، لو حبينا نصح العبارة مش الأنبياء، الأنبياء بيجوا يعدلوا الكفة الميلة، اللي بيعمل على تقسيم المجتمع هم من لا يستجيبون لدعوة الأنبياء عليهم السلام. قالوا إن تطيبنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هو دايما ضعيف الحجة يعمل إيه غير إن هو يتسلط على الأبدان، يعني هو القلوب دي بيد الله لا يستطيع أن يتسلط عليها، فهو يعمل إيه؟ يتسلط على البدن بالحبس، يتسلط على البدن بالقتل، يتسلط على البدن بالإخراج، يتسلط على البدن. لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وبرضه هو منهجهم دايما الايه؟ التهديد ثم الفعل، لان هو برضه طيب لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني ما تتشاءمون به ليس موجودا في الواقع، ده وهم ده خيال. طائركم معكم يعني هذا وهم من عند أنفسكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني إن أحدثنا لكم تذكيرا بالله، إن جئناكم بالذكرى التي تنفعكم، قلتم شؤم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد في إيه؟ في العدوان، في التكذيب، في الرفض، في الإعراض عن الرسل، في الشتم، في السب، في الاعتداء على الأنبياء والمرسلين. فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن قصة حبيب النجار الذي حث قومه على اتباع المرسلين. يبقى زي ما عندنا نموذج من المكذبين المجادلين، لاحظوا هنا الآيات فيها إيه؟ قال قالوا قالوا قالوا، في إيه؟ جدال. ودي دايما طبيعة الإنسان المكذب، إنه لا يريد أن يقول أنا مثلا لا أفهم ما تقول، فبكل تواضع يقول له طب فهمني أنت بتقول إيه بالضبط، أو لا يريد أن يقول أنا متكبر وأرفض ما تقول حتى وإن كان هو الحق، برضه مش عايز يقول كده لأنه بشكل وحش، لكن يعمل إيه؟ يحاول يظهر موقفه في مظهر المجادلة العقلانية. تطيرنا بكم، انتوا هتخسرون اموالنا، انتوا جيتوا شقتوا مش عارف الايه، فرقتم بين الاب وابيه، انتوا كذا الى اخره. والسبب الحقيقي ليس ما يقوله، السبب الحقيقي ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه زي ما ربنا قال. في المقابل في صنف ثاني مستعد يؤمن بل ويضحي بنفسه من اجل هذا الايمان، فيقول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة. أقصى المدينة دليل على المجهود الذي بذله هذا الشخص في سبيل نصرة النبي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل إحنا ما يهمناش معرفة اسمه، اللي يهمنا فعله. إحنا أمة ترتبط بالمبادئ لا ترتبط بالأشخاص، فإحنا يهمنا ما فعل حتى نفعل مثل ما فعل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ويسعى برضو فيها دلالة على الهرولة وسرعة اتخاذ الموقف، يبقى جاء من بعد وبذل
مجهودا حتى يأتي لنصرة النبي، ثم جاء مسرعا غير متباطئ يفعل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يبقى قال بكل وضوح، لم يداهن، لم يجامل، وإنما أعلن موقفه بكل صراحة، فقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. يعني هو كأنه بيقول لهم إيه، اتبعوا هؤلاء الطيبين، والدليل على طيبهم والدليل على أنهم يحبونكم أنهم لا يسألونكم شيئا من متاع الدنيا. فهو كأنه برضو إيه، مش بيقول لهم بس اتبعوا المرسلين وخلاص، لا، ده هو بيدعوهم لي إعمال عقولهم. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني. ثم يعلن، يعني هو موقفه هنا شبه موقف بالضبط الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم ودعا الصحابة للإنفاق على غزوة من الغزوات، فالناس محدش بقدر، فهذا الصحابي أراد أنه يقص الشريط يحث الناس على الإنفاق، فقال ها هو يا رسول الله أمام الناس، فالناس اتحركت كلها بعد ذلك. أحيانا بعض المواقف بتحتاج كده، حياتنا أحيانا بتحتاج هذا الشخص المبادر الذي يعلن فعل الخير لله مش للناس. والعلماء بتوع اللي بيتكلموا في التزكية والإخلاص والرياء بيقولوا إنه يجوز للإنسان أن يظهر بعض الخير بنية الحث على الخير، لا ليمدح، لا، ممكن الواحد في وقت الناس فيه تتبرعش الفقراء والمساكين والناس كلها ماسكة على القرش، أروح أنا عامل مؤسسة فلان الخيرية، يجوز علشان الأغنياء يقول اشمعنى أنا كمان هعمل مؤسسة خيرية. في وقت الناس فيه ما بقتش تصلي السنن، فنيجي احنا الناس يا جماعة ما تمشوش لما تصلي السنة، الله أكبر، ونروح نصلي قدامه. الناس ما بتذكرش فيه الله جماعة، نقول يا جماعة تعالوا هنعمل ذكر جماعي وهكذا. فيجوز إعلان الخير أحيانا عندما نرى أن بعض الخير اختفى، علشان نشجع الناس على فعل الخير. ولاحظوا أن ده ماشي بالضبط مع آثارهم اللي قلناها قبل كده، فهو أخينا ده اللي جاء يسعى ده عايز إيه، آثارهم، يبحث عن آثار له في الناس، يقولهم أنا آمنت، مين فيكم هيؤمن زيي؟ فالخائف يتقدم، المتردد يحسن موقفه، وهكذا. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا آمنت وجئت أنصر هذا الرسول، ولم أؤمن لمجرد التقليد ولا لمجرد الاتباع ولا لمجرد كذا ولا لطلب دنيا، ولكن آمنت أن هناك فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يحبني فبعث لي رسولا، فاطر السماوات والأرض سأرجع إليه في يوم من الأيام. إذا ثبت عند الواحد كل هذا فلماذا لا يؤمن؟ فكأنه أيضا عايزهم يعمروا عقولهم. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. يعني لا يجوز لي بعد أن علمت أن هذا الكون له خالق مدبر حكيم، هذا الخالق المدبر الحكيم بعث لي رسولا بالدليل الذي يدل على صدقه على أنه رسول من عند الله، كيف يسوغ لي أو يجوز لي أني أتخذ من دونه آلهة؟ هذا هو الظلم بعينه. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لفي ضلال مبين، ضلال واضح. إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون. فصار هذا الرجل داعية، داعية مع الرسول بلسان الرسول، صار لسانا للرسول، فصار بدل ما عند القرية دي رسول واحد صار عندهم رسول وتابع لهذا الرسول.
يبقى كل واحد فينا يستطيع أن يكون هذا الرجل. كل واحد فينا لما يحث الناس على الخير، لما يأمر بالمعروف، لما ينهى عن المنكر، يستطيع أن يكون هذا الرجل. من الحاجات العجيبة جدا الموجودة في السورة إنها ما ذكرتش رد فعل الناس تجاهه. هل خدوه؟ سجنوه؟ هل ذبحوه؟ هل آمنوا به؟ هل أهملوه؟ السورة ما قالتش كده، ما جابتش أي رد فعل من الناس تجاه هذا الرجل. السورة ما جابتش، ما قالتش كده. مش شرط أن يكون مات بعدها على طول. فالسورة لم تأتي به نتيجة هذا الفعل. ليه السورة عملت كده؟ ليه القرآن عمل كده؟ لأنه العبرة هي بالفعل وليس، خليكم معانا شوية، العبرة بالفعل وليس بالنتيجة. فأنت مأمور أنك تفعل فافعل، ولست مأمورا بالنتائج. إني آمنت بربكم فاسمعون، ثم تذكر الآيات بعد ذلك العاقبة التي تنتظره في الآخرة، والجزاء الذي ينبغي أن يتطلع إليه كل مؤمن هو في الآخرة. فقال الله عز وجل: قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو اليوم الذي يفتخر فيه على قومه، ويظهر فيه أمام قومه أنه كان محقا وأنهم كانوا على أرض. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى هذا بيان عاقبة حبيب النجار، وهذا بيان عاقبة كل من يفعل فعل حبيب النجار، إنه سيكرم إن شاء الله تعالى في الآخرة، وإن لم تكن لدعوته نتيجة في الدنيا. لاحظوا أن السورة بدأت بذكر الرسولين، ما حدش استجاب لهم. هل معنى ذلك أن هؤلاء الرسل فشلوا؟ أبدا، طالما عملوا اللي عليهم يبقى ربنا سيكرمهم إكرام أعظم من إكرام حبيب النجار، ويغفر لهم غفران أكبر من غفران حبيب النجار، ويدخلهم الجنة في منازل أكبر من منازل حبيب النجار، أنهم مرسلين. فالعبرة إذن بالفعل وليس بالنتائج. يبقى إذن لما نيجي كده نلخص آيات هذه السورة بسرعة عشان نختم، نقول إنه بدأت الآيات بالقسم على صدق الرسالة المحمدية، ثم ذكر أحوال المشركين، ثم ذكرت من هذه الأحوال ثلاث أمور. الأمر الأول عدم الانتفاع بالإنذار لوجود الإرادة الأزلية، ثم ظهور آثار عدم الانتفاع بأحوالهم، ثم بعد ذلك ذكرت بيان أنهم سيرجعون إلى الله ويحاسبون على كفرهم، ثم بعد ذلك ذكر نموذج المكذبين، ثم قصة حبيب النجار، ثم عاقبة حبيب النجار في الآخرة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.